بالعوده الى الشان المحلي فقد دعا رئيس اتحاد منتجي الالبان الطازج عبد الحكيم الاحمد الحكومه الى الالتفات للقطاع الحيواني وانتاج الالبان ومشتقاته لا سيما مع عدم استجابتها لمطالب زياده دعم الاعلاف وما يمثله من شح من تهديد للامن الغذائي مبين ان استمرار غياب الاهتمام بهذا الجانب راح يؤدي لارتفاع اسعار اللحوم والألبان والمواد الغذائية بشكل عام خلال شهر رمضان الكريم وبعده